نحن في هذا اللقاء أن أقدم لكم نموذج رفيعا للالتحام الواجب أن يكون بين الفاعل الاقتصادي وقضايا الرياضة. هذا النموذج بإذن الله ستجسده امرأة فاضلة سيدة أعمال ومثال على الالتزام والمسؤولية في زمن قلت فيه هذه القيم. يسعدني كرئيس الفريق إلى جانب كل المكونات أن نرحب بالسيدة صابرة حمزة ضمن العائلة الشبابية الكبيرة كمسؤولة أولى عن الفرع النسائي لكرة القدم، وكنتمنوا لها كل التوفيق بطبيعة الحال في المسار ديالها مع النادي. إذا اليوم الفكرة جات من السيدة صابرة بحكم العلاقة العائلية اللي عندي مع الزوج ديالها اللي بين قوسين نقولوا اليوم بأنه السي عبد العلي معنا في الفريق الأول وكيمد يد المساعدة ودائما معنا شباب المحمدية. إذا الفكرة جات شفت معاناة طبيعة الحال ديال الفريق وشفت معاناة ديال الفريق بالكرة القدم النسوية اللي كان مروا به في بداية هذا الموسم. حبدت الفكرة أنها تمد يد المساعدة وتأخذ هذا المشروع طبيعة الحال وتكون تأخذ المسؤولية. إذا ما علينا احنا كشباب محمدية وكفريق شباب محمدية نحبدوا هذه الفكرة ونقدموا لها جميع الظروف الملائمة باش ما تعرفش، حيت اليوم قليل فما كنلقاو بحال هاد الناس اللي يجيو يمدوا يد المساعدة. إذا مرة ثانية باسم كل مكونات فريق شباب محمدية كنرحبوا بالسيدة صابرة حمزة ولي ديتاي من بعد إن شاء الله. إذا مرحبا بك لاله صابرة، والكلمة لك كلمة ترحيبية طبعا الحال وشي كلمة خفيفة. جانب المؤثرين الفاعلين اللي كيناضلوا يسرعوا ليل ونهار باش يبقى هذا الفريق العتيد النمط ديالو، وكذلك سعيد بالترحيب الكبير اللي تلقيت من السيد رئيس قسم المصيري والمسيرين والبطل عن التعبير ديالي في الرغبه ديالي فاش بغيت نكون ضمن هذا الفريق ونكون قائده في الفرع النسوي لكره القدم نادي شباب محمديه. لقيت ترحيب كبير وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم، وان شاء الله كل طموح باش نزيدوا بهذا الفريق القدام، وان شاء الله هذا الشيء كنقولوا ولكن خاص يكون التعاون ديالي من الجهه ديالي ونجي من جهه البلاد اللاعبات وكذلك ديال المكتب. شكرا. اذا نسبقوا بالقوام الصحفيين حتى من بعد غادي يكون واحد الاجتماع مغلق مع السيده الرئيسه ومع نائبات والطاقم التقني. اذا عندو شي سؤال يوجهه ليا ويوجهه السيده الرئيسه فقط. عطينا تصريحات من بعد مرحبا تصريحات عطيتك من بعد اذا بغي يعطيني شي اسئله مرحبا ما كاينش مشكل. السلام عليكم ورحمة الله. أولا مرحبا بالمولود الجديد مدينة المحمدية والفريق النسوي. شكرا للحضور الكريم. كنتمنى تكون في الخير على مدينة المحمدية، وكنتمناوش تكرر الأخطاء الماضية ديال اللاعبات ديال مدينة المحمدية اللي كانوا هاجروا مدينة مكرهين على سوء التدبير وسوء سير العشوائي اللي كان في الفرق ديال المدينة. هذا من جهة. من جهة أخرى للتذكير أن عميدة الفريق الوطني المغربي حاليا هي ابنة مدينة المحمدية، أي الأخوات ربما تعرفوها نجاة بدري، وفي نفس الوقت هي عميدة الفريق ديال فريق الجيش الملكي.
وكنتمنى هذا مثال للاعبات ديال مدينه المحمديه، وكنتمنى للفريق والسيده الرئيسه ومكون الفريق مسيره موفقه، وشكرا. السلام عليكم، تحية طيبة، تحية شبابية. أهلا بالسيدة صابرة حمزة، يعني في البيت الشبابي. السؤال ديالنا تقريبا كان السيد الرئيس أسامة راه قالو، هو أنه الفكرة ديالك، يعني كيفاش جات الفكرة أنك باش التحقتي فريق شباب محمدية؟ كيف قال السيد الرئيس أسامة، أنا منوعة من كرة القدم سيرتو النسوية، وبحكم العلاقة العائلية اللي كتربطو بالزوج ديالي كان كاقتراح وكان رحبت بالفكرة. حمزة عرفني حمزة بقى سؤال. طبعا الحال مرحبا بك في المكتب وفي البيت الشبابي ديال مدينة المحمدية. نعرفوا فريق شباب المحمدية المسؤول يعني الإكراهات اللي واش مطالع بالإكراهات ديال الفريق، واش غتقدري أنك تجاوزي هاد الإكراهات المالية بطبيعة الحال والفريق يعني بدون انتصار؟ صحفية جريدة محمدية بخير. السؤال ديالي أولا كنهنيك، والسؤال ديالي هو واش نفس تقريبا السؤال ديال الزميل، واش مستعدة المشاق ديال اللي كيعيشو أنك تعيشي معاه وحتى نتا هاد المشاق اللي كيعيشها فريق شباب محمدية المسلم؟ شكرا. أعطيني حمزة بالفعل. أنا هي غادي تجاوبكم، ولكن أنا باش نجاوب خصناش دابا نخلعوهم، راه كيعرفو الناس دابا خصنا نسيتو حنا خصناش نبداو يدينا وسنانا نقولو الحمد لله. إذا المشاكل راه كانوا عندنا عدة لقاءات كانوا عندي مع السيدة صابرة، عارفة راسك في أسون جينيرال ديال الفريق النسوي. المشكل غادا تمشي مشكل مشكل غادا تحلو، ونتمناو أنه نوصلوا لواحد اونيفو داكشي اللي باغا توصل ليه هي، غير ما نخلعوش هاد الناس بزاف وصافي. تفضل. خلاص ثاني الاهداف ديالها مع الفريق شباب الخطه كتبقى داكشي، ماشي دابا غنصبحوا بها. شحال الحاجه الوحيده اللي خارج بد فريق النسوي ديال شباب محمديه. حاجه اخرى كيف قلتها في التصريح ودابا نعاودها، خاص يكون واحد التعاون، وراه ما يمكنش من هنا غدا يعني انا غنبدل الفريق كامل بالتعاون، وان شاء الله بجد الله غادي يكون بعد الاصرار والعزيمه اللي فيا لحد الان ان شاء الله غادي يكون الخير. شوف تاني السؤال ديال الجزائر،
كما كنعرفوا كيعرفوا الناس المحمديه كاملين توالي العزائم 10-0 13-0 فسيدة الرئيسة والقدر نقولوا أن القدوم ديال هاد السنة غيكون عندكم هدف ديال البقاء في حكم الوطن الأول وقدر نقولوا أنكم جيتوا باش تفوزوا بالبطولة هاد السنة. انا حيت جبتي النتائج ديال هاد السنه هذه باش 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 نجاوبكم انا نيت مزيان باش نعرفوا لا سيتياسيون ديال الفريق. هاد الفريق هذا راه اليوم راه بحالو بحال الفريق الاول، باش ما نكذبوش على راسنا، راه الوضعيه ديال شباب المحمديه راه العادي والبالي عارف اش بيه. اذا اليوم حنا راه كنديروا هذاك البيترادين وكنديروا داك الاكسجين لواحد الجسم اللي راه في الريانيماسيون، ما بقاش نكذبوا على راسنا وما نضربوش شنو الوضع اللي كاينه راه كاينه، راك جاي من الفريق الاول انت. اذا اليوم المكتب المسير راه كيحاول يخلي هذا الفريق لا بالنسبه للفريق الاول ولا الفوتسال ولا الفوت فيمينا باش يخلي ديك نبضات القلب بين ما نوصلوا للميركاتو. بطبيعه الحال كاينين لاعبات هنا اللي كنا دايرين معاهم دي بريت كونترا ما جاو كيدايرين وخليناهم معنا حيت محتاجينهم. اذا المشكل كان مشكل اداري محض، كاين مشكل اللي عارفينو انه عندنا الملعب راه كلشي عارفو. اذا اليوم هذا الفريق انا نهضر على الفريق النسوي جات هذه الفكره رحبنا بهاد الناس اللي غادا تمدينا ليد المساعده، وبين قوسين هاد الناس هادو راه ماشي مدينه محمديه، الناس راه مضروره ولقينا فيهم الخير وجاو كيدقوا وكيعاونوا. اذا كنتمنى هاد الناس هادو ديال المحمدية أنهم يشوفوا بعين الاعتبار هادشي اللي كاين، راه كاينين الناس اللي كيبغيو هاد اللوغو الشباب المحمدية خارج عن المدينة المحمدية، راه كنقلبو غير على اللي عاونك ولو الكلمة الطيبة. إذا هادشي اش قلت لكم الإخوان نبقاو في هاد الحفل ديالنا حيت غنجبدو هاد المواجع وغنجبدو لي شي حوايج اللي حقيقة كاينة، نساليو مع هاد الاحتفال نسينيو لا كونفونسيون اللي عندنا مع السيدة صابره حمزه الممثله القانونيه ديال صاحبه الشركه ديال صابره بلاست. اذا كاين شي سؤال في هذا النطاق؟ مرحبا والف مرحبا، بغينا ندفعوا ب ما سميهاش كروسه العرب. تفضل. واحد ماشي ديالي انا ديال الكروسه، المشاهدين والجماهير علاش الندوه ديال في المحمديه علاش تتضرب؟ راه انا وضحت قلت لك هاد الناس هادو راه عندهم الشركات ديالهم والهولدينغ ديالهم في مدينه الدار البيضاء. اذا هما اللي عرضوا علينا اليوم، هما اللي عرضوا علينا بين قوسين ما شرحها لكم الاخوان. احنا كشباب المحمديه وانا كعبد ربي يوم السبت او يوم الاثنين خصهم يجيو مدينه المحمديه وعارضين عليهم ماشي دي، حيت ما يمكنش لينا الناس قلبوا علينا وعرضوا علينا ونقولوا لهم ما نجيوش لعندكم. Attention,